يلا بقى يا ام سيمبا نروح نصطاد. تروح تصطاد ده ايه؟ لا مش هتروح تعدي من هنا اصلا يا اسد سيمبا. وانت مالك انت اصلا يا ذئب؟ ابعد عن طريقي احسن اموتك دلوقتي. لا لا ده انا اللي هموتك دلوقتي. الله 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 الله، ايه شغل العيال ده بقى؟ ايه شغل العيال والشباشب ده بقى؟ ابعد من هنا يا ذئب، هموتك، ابعد الشبشب ده عني. ابو سيمبا، ايه اللي انت بتعمله ده يا ذئب؟ ده انا همسكك اموتك دلوقتي بالشبشب، انا هموتك. اسكتي يا ولية، انت لحسن امسكك انت كمان اموتك. ابو سيمبا انت ما بتردش عليا ليه يا ابو سيمبا؟ يا ابو سيمبا انت ايه اللي حصل لك؟ يا خبر ابيض، ده باينه مات. يخرب بيتك يا ذئب، موتتلي الاسد سيمبا، ده انا مش هسيبك في حالك. ابو سيمبا رد عليا يا ابو سيمبا، ابو سيمبا مات. ابو سيمبا مات. مش هسيب حقك يا ابو سيمبا، انا لازم اموت الذئب المتوحش ده وناكله النهارده على العشاء. ماما يا ماما احنا جعانين قوي يا ماما. ماشي يا حبايبي انا هروح اجيب لكم الاكل دلوقتي. امال فين بابا يا ماما؟ ابوكو مات مش راجع تاني. يا حبيبي يا بابا. هنموت من الجوع من غيرك يا بابا. انا تعبانه قوي النهارده، انا لازم اجيب لاولادي اكل كتير يكفيهم كام يوم علشان اقعد في البيت بقى شويه علشان انا تعبانه. لو اشوف الذئب اللي موت ابو سيمبا ده، لو شفته دلوقتي ده انا هاكله بسناني، هفشفش له عظمه وهكسره وهقسمه نصين. راح فين يا ام سيمبا؟ ماشيه في الغابه كده لوحدك. ايه ده، انا بحلم ولا بيتهيألي؟ انا الحمد لله ان انا شفتك، ده انا كان نفسي اشوفك من زمان، ده انا كنت بدور عليك اصلا. ليه يعني عاوزة مني ايه؟ انا لازم اتخلص منك يا ذئب دلوقتي زي ما انت موتت ابو سيمبا. طب ما انا معايا شبشب انا كمان. مش هسيبك النهارده يا ذئب، والله لاخدك النهارده اكل العيال ويتغدوا بيك، مش هسيبك، لازم انتقم لابو سيمبا. ابعدي عني يا ابو سيمبا، ابعدي عني. اديني اتخلصت منك يا ذئب يا شرير، واديني هرجع لولادي بالغدا. يلا بقى اما اخدك لولادي يتسلوا بيك الليلادي. خدوا يا ولاد انا جبت لكم لحمه كتير النهارده، كلوا فيها النهارده وبكره وبعده كمان علشان انا تعبانه خالص وعايزه ارتاح بقى في البيت وما اخرجش اجيب اكل تاني. ماشي يا ولادي؟ ماشي يا ماما. شكرا يا ماما، اللحمه شكلها لذيذ جدا. بالف هنا يا ولاد. يلا ناكل يا سيمبو. هم 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 هم. سيمبا يا سيمبا احنا لازم ما نخلصش الاكل كله علشان ماما تعبانه ومش هتقدر تجيب لنا اكل بكره، لازم نسيب شويه لبكره. معاك حق يا سيمبو، يلا نسيب الحبه دول لبكره بقى، يلا نروح ننام. ايه ده، انا شامم ريحه لحمه جايه من الكهف ده، دي ريحه حلوه جدا. يا سلام، شكلي هاكل النهارده انا وماما وبابا وهننبسط. اما اخش اشوف اللحمه الحلوه دي واكلها. ده لحمه كتيره، دي هتكفيني وبابا هيتبسط مني قوي النهارده. يلا ما اخدها بقى واروح. شفت يا بابا انت وماما، انا جبت لكم لحمه كتيره النهارده ازاي؟
برافو عليك يا ابني، ده انت طلعت شاطر خالص. خلاص بقى، انت من هنا ورايح انت اللي هتجيب لنا اللحمة، طالما بتعرف تجيب لحمة كتيرة كده. ايه ده؟ يا خبر ابيض يا سيمبو، اللحمة اتسرقت. فين اللحمة اللي احنا كنا عاينينها؟ راحت فين؟ انا مش عارف يا سيمبا، هنعمل ايه دلوقتي؟ هنعمل ايه؟ احنا مش لازم نقول للماما علشان ماما ما تزعلش مننا. ماما تعبانة، تعالى بقى اما نطلع برا نحاول نصطاد اي حاجة علشان ناكلها. شايف يا سيمبو الفيل الملزلز ده؟ يلا بينا نهجم عليه علشان ناكله. هم هم هم، يلا يا سيمبا. ايه ده؟ انتوا فاكرين ان انتوا هتقدروا عليا؟ يا اسدين يا صغيرين انتوا، امشوا امشوا من هنا، امشوا. ايه ده يا سيمبا؟ المكان الغريب اللي احنا فيه ده يا سيمبا؟ مش عارف يا سيمبو، بس شكله بيدخل على مكان تاني. تعال اما نشوف ايه المكان اللي احنا فيه ده. واو، ده كهف سحري يا سيمبو، ده فيه لحمة كتيرة، ده احنا كده هناكل ونشبع كل يوم. يلا ناكل بقى. هم 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 هم. ماما يا ماما، احنا جبنا لك النهاردة لحمة كتيرة علشان تاكلي يا ماما. ايه ده يا ولادي، انتوا جبتوا اللحمة دي منين؟ من الكهف السحري يا ماما. كهف سحري؟ يا حلاوة، انا بقى همشي وراهم واعرف مكان الكهف السحري ده علشان اخد اللحمة اللي هم جايبينها دي. يلا يا سيمبو ناخد اللحمة لماما، ماما مستنيانا في البيت. يلا يا سيمبا. يا سلام يا سلام، هو ده الكهف بقى اللي فيه اللحمة. انا بقى بكرة هاجي قبلهم وهاخد اللحمة من قبل ما يشوفوني. ايه ده يا سيمبو، الكهف ما فيهوش اكل ليه النهاردة؟ مش عارف يا سيمبا، حاجة غريبة. بص كده هناك يا سيمبا، ايه ده؟ ده هوجو ابن عمو سكار، احنا لازم نروح لعمو سكار دلوقتي علشان يحل لنا المشكلة دي. وهو من امتى عمو سكار بيحل مشاكل؟ سيبها على الله يا سيمبو المرة دي. يا عمو سكار يا عمو سكار، انا جاي اشتكي لك من ابنك هوجو. ينفع هو بياخد اللحمة اللي احنا بناخدها من الكهف عشان ناكلها؟ انا طبعا مش جاي اقول لك يسيبها كلها، انا بقول لك يعني نقسمها علشان ما نبقاش جعانين انا واخويا وبابانا مات يا عمو سكار. خلاص يا حبيبي ما تزعلش، علشان خاطر باباك بس مات، انا هخلي ابني هوجو يسيب لك نص اللحمة انت واخوك، وبرضو علشان انت مؤدب وما عملتش مشاكل وما ضربتش ابني. متشكر جدا يا عم سكار. متنسوش يا اصدقائي تعملوا لايك للفيديو وكمان اشتراك في قناة حواديت نوها علشان يوصلكم كل جديد، وكمان تفعلوا الجرس.